شاهدينا دلوقتي موجز لأهم وآخر الأنباء مع دينا. تفضلي يا دينا. شكرا لك باسنت. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية وضم 1 مليون أسرة إضافية لبرنامج تكافل وكرامة. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء لمتابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. وجه الرئيس السيسي بصرف مساعدات استثنائية ل9 ملايين أسرة ومن يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه والعاملين بالجهاز الإداري للدولة ويحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه. كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة. وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بقيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية التي تبلغ حوالي 11 مليار جنيه لتنفيذ إجراءات الحماية الاجتماعية. كما تابع الرئيس السيسي الموقف الحالي لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية خاصة الحبوب والغلال والزيوت. أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة أن القائمة بالأعمال نيكول شامبين قامت بتسليم دعوة من البيت الأبيض للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور قمة القادة الأمريكية الإفريقية التي ستنعقد في الفترة من 13 إلى 15 من ديسمبر 2022. وفي بيان صحفي أكدت السفارة الأمريكية أن مشاركة مصر في القمة ستساعد المنطقة وتعزز العلاقات الأمريكية المصرية والعلاقات الأمريكية الإفريقية. جاء ذلك خلال الاجتماعات التي عقدها المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي مايك هامر مع عدد من المسؤولين المصريين رفيع المستوى خلال زيارته إلى القاهرة، حيث التقى بمسؤولين مصريين لدفع الجهود الدبلوماسية للتسوية بشأن سد النهضة الإثيوبية بما يدعم الاحتياجات المائية والاقتصادية ومعيشة كل مواطني مصر والسودان وإثيوبيا. بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال لقائه مع رئيسة كوزوفو فيوسا عثماني ورئيس وزرائها ألبين كورتي في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحث سبل وآليات تعزيز الشراكة الثنائية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيت برايس إن بلينكين أكد خلال اللقاء ضرورة مواصلة الشراكة بين الولايات المتحدة وكوزوفو، كما وجه شكر لقيادات كوزوفو على مساندتهم لأوكرانيا. أعلنت مصادر داخل البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث إلى نظيره الصيني شي جين بينغ غدا الخميس. وأشارت المصادر الأمريكية إلى أن الاتصال الهاتفي سيتطرق إلى قضية تايوان والأزمة الروسية الأوكرانية. وفي وقت سابق قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن إدارة التنافس الاقتصادي بين البلدين ستكون حاضرة بدورها في المحادثات. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس موافقة التونسيين على مشروع الدستور الذي جرى طرحه للاستفتاء. وفي مؤتمر صحفي قال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن أكثر من 94% من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور، موضحا أن عدد المراقبين المحليين والأجانب لإجراء الاستفتاء الدستوري في تونس وصل إلى 5800 مراقب. يواصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارته إلى اليونان، ومن المقرر الإعلان عن مشاريع ثنائية من بينها كابل الكهرباء بين البلدين لتزويد أوروبا بطاقة متجددة. وقال الأمير محمد بن سلمان في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إن هذه الزيارة فرصة تاريخية لتزويد اليونان وجنوب غرب أوروبا عبر اليونان بطاقة متجددة أرخص بكثير. وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن الاتفاقيات المتعلقة بالنقل البحري والطاقة والتكنولوجيا الدفاع من بين أمور أخرى من المقرر توقيعها اليوم.
ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.